في مبادرة هي الأولى من نوعها، قام جمع من شباب قضاء الشرقاط بحملة لمعالجة التخصفات في الطرق الفرعية للقضاء، وتحمل هذه المبادرة رسالة تطالب من خلالها الحكومة بتنفيذ مشاريع مهمة في القضاء منها إكساء وتبليط الأراضي. هذه طبعا جمع من أموال الناس المتبرعين، والجزء الأكثر صار طبعا على الأرض مطاها، وإحنا كموظفين جمعنا واحمد السلمان واكو كثير شباب خلف الكواليس يعملون، جمعنا حتى نصلح هذه الطاسه التي عجزت الحكومه ان تسويها. الحكومه تقول نحن الميزانيه، لا يوجد ميزانيه ولا يوجد اموال كافيه لكي نصلح جميع الطاسات في قضاء الشرقاط. والله هذا الطاسه يعني من زمان سببت حوادث كثيره هنا يعني امام مستشفى الشرقاط، ومستشفى الشرقاط هو واجهه للقضاء. فنهضوا الشباب بقيادة الأخ ناظم الطاها، هو الجروب ماله الناس الخيرين، فقاموا بعمل تصليح الطسة. هذا الجروب كله موجود أهل الشرقاط، شباب الشرقاط بجهدهم وبإمكانيتهم على حسابهم الخاص، وعلى حسابهم الخاص، وإحنا فرحانين. يعني احنا ذكروا وقالوا بس البلدية آلياتهم مدير البلدية ودفوا لهم. والله أنا ما شفت، أنا ما رسع، بس أشوف الأخ ناظم والجروب ماله الناس الخيرين يعني ما قصروا، وعندهم مبادرات كثيره غير هذه. يعني قبل يوم كم يوم يعني يريدون يودون المي الى البصره، يعني جروب الشرقاط عندهم كان حتى للبصره يروحون بعد يومين ثلاثه. فالناس نشطين بقياده الاخ ناظم الطاها والجروب ماله معه. طبعا ارتأت شباب الشرقاط وموظفيها بقياده جروب الشرقاط المركزي الذي تبناه الاخ حاج ناظم الطاها. طبعا هذا الجروب ومع الشباب ومع الموجودين المثقفين واهل المدينه ان يصلحوا جميع الطاسات الموجوده في القصبه والمناطق الاخرى من جميله الى نهايه بعاجه، لان هناك تقصير واضح من الحكومه المحليه بعدم انجاز الطاسات الموجوده داخل شوارع المدينه. ولهذا بس عندنا ملاحظه فقط، بلدية الشرقاط عاونتنا وساعدتنا وجزاها الله خير، مشاركتها مشاركة فعالة بجميع الأعمال التي قمنا بها. هذول اللي يشتغلون كلهم أهالي، كلهم تبرعات، كلهم اللي يجي يساعد. الخباطة المعمل، الخباطة تبرع، المعمل تبرع، منها للخباطة، منها المعمل تبرع، الاسمين تبرع، كله جمعناه تبرع. منو معمل؟ منو معمل الاستاذ ابو مصطفى على الزغب، بارك الله به، الرجل استجاب وحب لمنطقته. طبعا نشكر بلديه الشرقاط للاستجابه، يعني سياراتهم تحت امرنا. فقط البلديه؟ البلديه فقط حصرا يعني. اي مقام ما زاركم على هذا المكان؟ ما زارنا اي مسؤول، ما زارنا اي مسؤول. كلها تبرعات اهالي، تشجيع الاهالي. طبعا الناس بيها خير، الناس بيها خير، يعني تحب الخير، اللي يجي يشجعك بارك الله بيك، احنا وياك، ايش تحتاجون؟ واحد يقول تبرعت بطن سمنت، واحد يعني انت تفرح من عندك. وحبك لمنطقتك اخي، الناس بيها خير، الناس تريد تساعد. يعني كل الناس زينه، بس شنو يعني الدوله مدمرتنا؟ يعني احنا من حب لمنطقتنا شوفي الشوارع مكسره، كل خدمات ماكو. يعني احنا من عندنا تعال رمل، تعال سمنت، تعال هيك عياد، هذول كلهم حتى هذول الصغار يشتغلون ويانا. والله هذا اليوم كل الظهريه شوفوا عيونهم حمر. والله ويانا كل الظهريه، الولد ما خل قصر ليل ثنتين بالليل نشتغل. وطبعا بالمناسبه مو بس هاي الطسه، هواي طسات يعني اكو غيرها الحمد لله.